كلمة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية تثير التساؤلات حول الرسائل التي كمنت بين سطورها. محللون سياسيون وأكاديميون يكشفون التفاصيل. كلمة الرئيس بشار الأسد انتشرت بشكل سريع وكثيف على شبكات السوشيال ميديا بعد مؤتمر القمة العربية بدورته 32 في مدينة جدة السعودية. هذه المشاركة جاءت بعد أكثر من عقد على الغياب، وقد انتظرتها شعوب عربية عدة، مما جعلها تتصدر الترند، خصوصا مع ما بني عليها من استنتاجات سياسية تتعلق بمفاد الرسائل التي مرت ما بين السطور. الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله قال عبر صفحته الخاصة في تويتر إن الأسد وجه رسالتين خلال كلمته في القمة، فالأولى توجه بها نحو تركيا محذراً من خطر الفكر العثماني التوسعي مطعم بنكهة إخوانية منحرفة بحسب ما جاء في تغريدته. أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى إيران، إذ حرص الأسد على تذكيرها بأن ماضي سوريا وحاضرها ومستقبلها هو العروبة، وأن انتماءها ثابت لا يتغير، على خلاف الحضن الإيراني العابر والمتغير على حد تعبيره. مغردون آخرون ألقوا الضوء على رسائل أخرى جاءت في كلمة الرئيس السوري، إذ اعتبروا أنها كانت في سياق تبريد قلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين اعتقد البعض الآخر أن خطابه كان من أقوى الخطابات التي تلامس عدداً من المواضيع ذات الحساسية. وفي السياق قال الرئيس الأسد في كلمته إننا أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا دون تدخل خارجي، ودعا إلى مراجعة ميثاق الجامعة العربية وتطويره بهدف تماشيه مع متطلبات العصر. إلى ذلك أكد الرئيس السوري على ضرورة البحث عن العناوين الكبرى التي تهدد المستقبل وتنتج الأزمات، كي لا تغرق الأجيال القادمة في معالجة النتائج بدلاً عن الأسباب على حد تعبيره. كان بشار الأسد قد شارك في القمة العربية بدورتها 32 في جدة، بعد أن استضافت قادة وزعماء العرب الذين توافدوا إلى مطار عبد العزيز الدولي. كلمات الحضور تطرقت إلى عدد من القضايا دارت أبرز عناوينها حول صعوبة الظرف الذي تشهده الساحتين العربية والدولية، وقد أكدت على ضرورة وحدة الصف العربي لمجابهة تحديات.